السلام عليكم ورحمة الله، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الابتدائي. كما وعدناكم أننا تعلمنا في الدرس الماضي من دروس سلسلة التعلم عن بعد في مادة اللغة الإنجليزية، أخذنا question words، تعلمنا question words الكلمات الاستفهامية. الكلمات الاستفهامية كما تعلمنا هي 7، تبتدئ في أول الجملة وتكون نهايتها في إشارة استفهام. طبعا يجب أن يبدأ السؤال بكلمة استفهامية وينتهي بكويشن مارك، علامة استفهام. الكلمات الاستفهامية لنعيدها: هو تستخدم للأشخاص، وير أين للمكان، وين متى للزمان، واي لماذا للسبب، وات ماذا للأشياء، ويتش أي للاختيار، هاو كيف. هاو بمعنى كيف، تستخدم للطريقة أو الشكل أو أي شيء من هذه الأشياء. تبتدئ الجملة في كلمة استفهامية question words وتنتهي ب question mark بعلامة استفهام. دعونا نلاحظ هذه الجمل. هناك لدينا طلاب يسألون بعضهم البعض بمحادثة بين طالبين أو بين أخين. يسأله: What's your name? What's your name? ما اسمك؟ إذا What's your name؟ بدأنا بكلمة استفهامية بمعنى What ماذا؟ انتهت في إشارة استفهام. إذا What's your name؟ جملة في الزمن الحاضر البسيط. What's your name؟ في حالة الانتروجاتيف، في حالة الاستفهام. What's your name؟ What's your name؟ تعني ما اسمك؟ إذا الجواب My name is Zena. لو لاحظنا بأن صفة التملك your تغيرت إلى my لأنه مخاطب ومتكلم. مخاطب ومتكلم تبدلت حسب الضمير الشخصي المناسب في الجملة. What's your name? My name's Zena. What's your name? My name's Zena. اسمي زينة. لو لاحظنا بأن الجملة الأولى بدأت بإشارة استفهام، أما الجملة الثانية بدأت بحرف كبير وانتهت بنقطة. أما كلمة زينة كتبت بحرف كبير لأنها اسم علم، ولذلك علينا أن نكتبها بحرف كبير. ننتقل إلى second example. How old are you? إذا عندما تسأل شخص محادثة نسأله عن اسمه أول شيء. ثاني شيء How old are you? How old are you means كم عمرك. إذا how old تعني كم، أو الطريقة How old are you? كم عمرك. الجواب لو لاحظنا هنا How كلمة استفهامية انتهت في إشارة استفهام. الجواب I'm 8 years old. I'm 8 years old. إذا لاحظنا I'm 8 years old. لا نقول I am لأن هناك دمج بين حرف بين فعل الكون والضمير الشخصي. نحذف الحرف الصوتي ونضع فاصلة ونقول am. I'm 8 years old. I'm 8 years old. عمري 8 سنوات. ننتقل إلى المثال الآخر. Where do you live? Where do you live? أين تعيش؟ إذا Where do you live? Where do you live? أين تعيش يا عزيزي؟ Where do you live? لو نلاحظ بهذه الجملة أنها ابتدأت بكلمة استفهامية التي هي Where، وفعل مساعد do الذي يدل على الزمن الحاضر البسيط، you ضمير شخصي، ليف فعل. إذا where do you live الكلمة الاستفهامية بمعنى أين تعيش. الجواب I live in Homs. نلاحظ أننا ابتدأنا الجملة ب I أنا، live أعيش، in في Homs أعيش في حمص. ابتدأت الجملة بحرف كبير لأنها ضمير شخصي تبتدئ بحرف كبير، وانتهت بنقطة full stop. نلاحظ أن كلمة حمص كتبت بحرف كبير لأنها اسم مدينة أو اسم علم، علينا أن نكتبها في حرف كبير. أعزائي الطلاب، نلاحظ بأن في القائمة مع الطالب موجود 3 عبارات أو 3 كلمات، هي name الاسم، age العمر، home المكان أو مكان الإقامة. إذا السؤال الأول name، what's your name؟ نلاحظ ونسأل بعضنا ونتعلمها جميعا. What's your name؟ What's your name? I am Ahmed. What's your name? I am Ahmed. نلاحظ جميعنا. What's your name? I am Ahmed. How old are you? How old are you? كم عمرك؟ I'm 8 years old. I'm 8 years old. عمري 8 سنوات وأنا طالب في الصف الثالث.
I'm 8 years old. ننتقل إلى الكلمة الأخيرة home، البلد أو السكن أو المنزل، نقول where do you live. Where do you live؟ أين تعيش؟ I live in Syria. I live in Syria. أعيش في سوريا. أتمنى من جميع الطلاب أن يسألوا بعضهم في أزواج مع بعضهم البعض، ما أبيك، ما صديقك، ما أخيك. What's your name؟ How old are you؟ Where do you live؟ إذا هذه الأسئلة الثلاثة أتمنى من الجميع حفظها والتعلم فيها. نلقاكم في درس جديد في أمان الله، وأراكم قريبا. See you soon. Goodbye.